برنامجها السنوي للأنشطة المندمجة والأنشطة الموازية، دأبت مدرسة النخيل على إحياء الذكريات الوطنية والدينية والتاريخية، وبمناسبة الغالية تقديم وثيقة الاستقلال على جميع المغاربة، أباء أطر والإدارية والتربوية والتلاميذ بمدرسة النخيل إلا أن يحيوا هذه الذكرى الغالية. وبما أن السنة الأمازيغية هي كذلك لا تقل أهمية باعتبار تجذرها في التاريخ، وهي حديث عن الموروث الثقافي وتجذر الموروث الثقافي في شمال إفريقيا، فضروري من الاحتفال بهذه الذكرى الغالية كذلك على جميع المغاربة أمازيغ وعرب ناطقين بالأمازيغية وغير ناطقين. أستاذ يحتينا ربي تنملنا النخيل رتسفقلو سينواس لميفاني مزيغن ينوى الدورة خاتر بهرم قرن أتيقان د إيضين ناير نغدي إخفنس قاس تسفقلو عودة سواس اللي غيغلي وشنيال نتمورت نغسي قنوان أس نكتوي نتنكدا نتمت نزروق نغد تقديم وثيقة الاستقلال. الفقرات التي تضمنها الحفل، حفل رمزي فقط قمنا به في المؤسسة، تضمن فقرات متنوعة سهرة على إعدادها أطر المؤسسة، وكما لاحظتم فقد تخللتها مجموعة من الرقصات الفولكلورية التي تعبر عن عمق التراث الثقافي والموروث الثقافي الأمازيغي وكذلك العربي بالمغرب. فقرات تنشيط الحياة المدرسية بمدرسة النخيل، هذه المدرسة المتجددة دائما من حيث البنى التحتية وكذلك من حيث الفقرات التربوية والتنشيطية والثقافية، والتي تحتل الريادة على الصعيد الإقليمي من هذا الجانب، نظرا لما تختزنه من أطر لهم كفاءة عالية وكذلك إدارة تعرف المعنى الحقيقي للتأطير والتنشيط، تنشيط الحياة المدرسية. صغن ربي راد سنتي غوالي نؤازل في اللون السادي جايا نوس أمقران إيقا إذن النير يخفن سقواز أمازيغ أرجيس أرجيس سفقول إما أرجيس سفقول نمازيغ نكوك راد مراو قويور ننير غوير نين نير ارسيتي مغ اكوني سوس اي اللي تحيلتي من نغ النخيل.